خير، تعمدت تصوير هذا اللقاء في هذا المكان، لقاء مع لمياء حجي اللي أبكت الجميع في الجلسة الافتتاحية في منتدى الشباب. فتاة إيزيدية تعرضت للبيع والشراء يوميا، سوء النخاسة، تخيلوا سوء النخاسة في القرن 21، تعرضت للاغتصاب والاعتداء البدني، شاهدت زميلتها يتم اغتصابهن وقتلهن أيضا، شاهدت أيضا عمليات ذبح جماعية لأهلها ولأصدقائها ولعدد كبير من الإيزيديين والعراقيين. مأساة دامية، لكن تعمدت التصوير في هذا المكان للتأكيد على أن ثقافة الجمال هتنتصر على القبح، ثقافة الحياة هتنتصر على الكراهية، سحر الطبيعة اللي احنا شايفينه هينتصر على الدموية والهمجية المتمثلة في كل التنظيمات التي يمكن أن تتستر بالدين لترتكب هذه الأفعال الدموية. داعش نموذجا، والحقيقة القضية ليست داعش فقط، القضية كل من يحمل ثقافة الكراهية بداخله، كل من يعتقد أنه يتحدث باسم الإسلام فيقتل ويذبح ويغتصب. نماذج بنشوفها كثيرة ليست من داعش فقط، علشان كده تعمدت التصوير في هذا المكان الجميل، رغم ان احنا هنستمع الى مأساة فيها كل ما تتخيل، كل ما تتخيل، سوء نخاسة زي ما قلت لكم، بيع وشراء للبنات، فيها اغتصاب وفيها قتل جماعي، فيها عمليات وحشية دموية، فيها ألغام تنفجر في وجوه أجساد البشر. لكن تاني وتالت بقول ان ثقافة الحياة، ثقافة الحب وثقافة الجمال هتنتصر في النهاية. خليني أقدم لمياء حجي. لمياء أهلا بيكي، أهلا بيكي في مصر. وخلوني كمان أقدم الدكتور ميرزا راني، رئيس جمعية متخصصة، هي جمعية الجسر الجوي، وهي متخصصة في ضحايا الحروب والإرهاب، هي جمعية ألمانية أو منظمة ألمانية ومتخصص في هذا النوع حتى من العمل الإنساني. دكتور ميرزا أهلا بيك. أهلا بيك سلوان. لمياء، أنا شوية أنا يعني بوضح للمشاهد، كنا قبل كده أجرينا اتصالا مع نادية الإيزيدية، وبعد الاتصال هي ناشدت الرئيس السيسي أن يقابلها، وبعد الاتصال التليفوني معنا في البرنامج بالفعل دعتها رئاسة الجمهورية وقابلت الرئيس السيسي. عن نادية الإيزيدية أتحدث. نادية شوية كان تتحدث باللغة العربية، لكن مشكلة لمياء هي تتحدث بالكردية. كان عندها 15 سنة حينما تعرضت لكل هذه المآسي اللي احنا نتحدث عنها، عشان كده دكتور ميرزا هيساعدنا شوية في اللغة. يعني لمياء، قولي لي ايه اللي عايشتيه على يد داعش؟ يعني انا هسيبك تقول القصة بالكامل في البداية، كيف هجموا على سنجار، بلدكو سنجار، وشفتيهم ازاي، وكيف اختطفوكي بعد ذلك وباعوكي في سوق النخاسة؟ يعني بالبداية اشكركم. بعد ما دخل داعش على سنجار، نصف من الإيزيدية حاصروهم بالجبل، ونصف منهم أخذوهم، أخذوا النساء سبايا والرجال قتلوهم، وكنا عايشين بقرية صغيرة يم سنجار، قرية إيزيدية، قرية كوجو. أنا كنت عايشة بقرية كوجو. بعد ضلينا أسبوعين كامل بمحاصرين بالقرية مالتنا، لأنه القرية مالتنا كانت بعيدة من الجبل، ما قدرنا نطلع، فحاصرونا داعش بالقرية. وأسبوع قالوا ما نسوي لكم شيء وما ما لنا شغل بيكم. فصار شي أسبوع إجوا وقالوا أن طلبوا منا الدين الإسلام، قالوا لا تسلمون أو القتل. فنحن رفضنا، حتى قلنا ننتيكم أموالنا
حتى كل شيء ننتيكم بس خلونا نروح. فهني قالوا لا، نحن نريد انتو واموالكم، انتو ملكنا، انتو يعني يسيرين مالنا. فعاد جمعونا بالمدرسة مع القرية، الكل اللي عايشين بالقرية كلهم جمعوهم بالمدرسة وفرقونا من البعض. أخذوا الرجال بصفحة والنساء والأطفال بصفحة، قالوا جيبوا الذهب والفلوس والتلفون الموبايلات. أخذوا الذهب والفلوس والموبايلات، بعدين كانوا يأخذون الوجبات الرجال، كانوا يقتلونهم داخل القرية، يعني ما طلعوا الرجال من القرية، كانوا يقتلونهم. وأنا سمعت يعني صوت السلاح، فما كنت يعني أعرف كانوا يقتلون الرجال. بعدين أخذونا النساء على مكان كان بسنجار، اسمها منطقة كان بسنجار اسمها سولاخ، فرقونا هناك البنات، فرقوهم من النساء المتزوجات عندهم أطفال، فرقوهم منهم. وأني وأخواتي فرقونا من أمي، أخذونا نحن البنات بصفحة بالليل الساعة 3، أخذونا بالباصات على الموصل نحن البنات وحدنا، والنساء والأطفال دلوا بهذا المكان اللي بالسنجار. بعد اليوم الثاني أخذوا النساء اللي عندهم 3-4 أطفال، والثاني النساء اللي كانوا كبار بالعمر هم قتلوهم، 80 وحدة من قريتي قتلوهم نساء. ليه قتلوهم؟ لأنه هن قالوا ما يقدرون يخلوهم سبايا، فما يحتاجهم قتلوهم. يعني التي لا تصلح أن تكون سبايا، إيه؟ يعني كبيرة في السن بيقتلوها يعني. إيه قتلوهم. فأني دليت يومين بالموصل، كان أكو قاعة بالموصل، قاعة كبيرة بها يعني آلاف البنات الإيزيديات بها. فإجا واحد كان أمير على هاي القاعة، كان اسمه أبو ليت وأبو محتاس، كانوا مسؤولين على هذه القاعة. أبو ليت كانت والي تبع الموصل، باعونا حصة على سوريا وحصة على تلحفر وحصة على الموصل. أني باعوني ويا أخواتي على سوريا، أخذوني على مدينة رقة، كان أكو قاعة هم كبيرة مثل يعني مثل السوق، كانوا يسموها سوق النخاسة. فهم كان بها يعني بنات كثير الإيزيديات. دليت شي 3 أيام بهاي القاعة، يعني كل واحد يفوت يعني من تفوت على السوق تباوع، يعني تقول أني عجبني هذا الشيء أريد أشتري، هني داعش كان يسووه هيجي. فإجا واحد سعودي كان أميرهم بالداعشي، فأخذني أني وأختي ويا بعد. أنت وأختك؟ إيه أختي اللي أكبر مني أخذونا ويا. لميا أنت كان عندك 15 سنة؟ إيه كان عمري 15 سنة لما أخذونا. وأختك كم سنة؟ أختي كانت 22 سنة. فهذا السعودي اخذنا على مقر تبع الداعشي، كان بها يمكن 50 داعشي كان بها. اخذنا هناك، واول يوم طلبنا ان اسلم ولكن رفضنا. السعودي ده اشتراكي يعني؟ ايه. انت واختك؟ ايه. بيدفع كام بقى؟ هو بالاول من البدايه من ياخذوهم من القاعه هديه، ما كانوا يبيعون، ينطون كل واحد من العناصر داعش وحده هديه، يعني هديه. ايه اول البدايه كان هيجي. بعدين هذا السعودي اخذنا على هذا المقر ودلينا يومين، هو ضربنا واغتصبنا ويعني كل شيء سوى بينا. وبعدين رجعنا. طبعا احنا بنتكلم يا جماعه عن سعودي منضم الى داعش ضمن جنسيات إيه؟ مختلفة، فيهم المصريين والسعوديين واليمنيين وكل الجنسيات العربية يعني، وجزائريين ومغاربة وكله يعني. طبعا اكو من كل الدول بين الداعش.
مو بس دول العربية، الأوروبية هم يعني بينهم. ودول أوروبية؟ يعني من كل الدول العالم أكو دواعش. آه هسألك في ده بس أكمل القصة بعد كده. الداعشي اللي خدك في البداية عمل إيه بعد كده؟ اللي هو هنا هدية يعني في البداية، هل إيه؟ باعك بعد كده وتعرضت للاغتصاب؟ طبعا هو اغتصبني أنا وأختي يعني ويا بعض يعني رجال انت واختك مع بعض. ايه رجال واحد هذا السعودي يعني اغتصبنا تنيناتنا ويا بعض. وبعدين ده اليومين ورجعنا على القاعة قال ما اريد هذول اخذ لي واحدة ثانية. هو اخذ واحدة ثانية من القاعة هم يعني بنت يزدية. فدليت بالقاعة واجا واحد عراقي من سوريا، هم كان عايش في سوريا بس هو اصله عراقي. قال اخذ هاي. هو اجى المسؤول مال القاعة تبعنا ويا هذا العراقي، اكو واحد كان مسؤول عنا كان اسمه ولا نسيت اسمه، هم سوري بس كان مسؤول مال القاعة كلها. يعني كل واحد يريد يجي ياخذ واحدة بالاول يقولها لهذا المسؤول وبعدين ياخذ. يعني انت وبعد كده كملي بتتباعي كل يوم يعني بيجيبوك سوق النخاسة؟ يعني كل ما لا يبيعوني مرات يعني كانوا يبيعوني يعني بين بعض اكو مقرات كانوا يبيعوني. انا باعوني 5 مرات، مرتين باعوني، مرة واحدة اخذوا صورتي او كتبوا عليها اسعار وعلقوها بالمحكمة تبعهم الشرعية. يحطوا صورتك كده وعليها السعر. ايه كانوا ياخذون الصور البنات وحاطون سعرهم عليها ويعلقوها بالمحكمه تبعهم الشرعيه. فهو كل واحد يريد يشتري يروح على المحكمه ويباوع الصور، اي وحده تعجبها تقول للقاضي تبعهم الشرعي انا اريد هاي، وقاضي تقول لصاحبها جيب هاي البنت وهنين يبيعونها. انت بتقولي اتبعتي 5 مرات؟ ايه باعوني مرتين بعت، باعوني بسوريا و3 مرات باعوني بالعراق. طبعا يا جماعه الناس لما تسمع يعني تحويل المراه الى سلعه بهذا الشكل للبيع والشراء وسوق نخاسه زي ما بقول لكم في القرن 21 يحدث ذلك يعني، ويحدث باسم الإسلام للأسف الشديد، والإسلام بريء من كل ذلك. ولما كمان بنت عندها 15 سنة تواجه هذا المصير، يعني لكم أن تتخيلوا حجم المآسي في هذه الصورة يعني. طيب لا لم هنا كل ده وانت عايشة معاهم تماما يعني، وبتشوفي عمليات قتل وعمليات اغتصاب وبتشوفي نقاشات بينهم، يعني ايه اهم الـ 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 المآسي اللي شفتيها مع داعش؟ طبعا دليت 8 أشهر يعني كل يوم كان اشوفها اصعب من الثانية، يعني ما شفت ولا دقيقة يعني حلوة بيم داعش. 8 شهور؟ ايه كلهم كان يعني كل دقيقة تجي من اصعب الثانية، يعني ما شفت يعني ما شفت كل شيء، كله كان اغتصاب وبيع وشراء وتعذيب وقتل، يعني شفت كل شيء. حتى يعني أنا كنت صحيح 15 سنة بس من شفت يعني البنات عمرهم 8 سنوات يغتصبون، يعني أنا ما فكرت بحالي، يعني كنت أفكر بهدول الأولاد صغار، يعني اللي بنتها عمرها 8 سنوات تغتصب، يعني هذا انت شفتي ده بعينيكي، بنت 8 سنوات بنات 8 سنوات يتم اغتصابهن؟ ايه انا شفت، انا كنت يم واحد عراقي بالموصل، هو جاب بنت عمرها 8 سنوات واغتصبها، انا شفت بعيوني هذا الشيء. يعني طبعا من اشوف يعني هيك بنات صغار يغتصبون، يعني ما كنت افكر بحالي، صحيح كان عمري 15 سنه بس ما فكرت من شفت يعني بنات اللي عمرهم 8 سنوات و 9 سنوات يغتصبون. مع انك كمان 15 سنة في النهاية طفلة، يعني بحكم ال 15 سنة يعني بحكم القانون وبحكم
الإنسانية. طيب سنة وثمان شهور بتواجهي هذا المصير، يعني اغتصاب وعمليات بيع وقتل، وكانوا بيقتلوا أي فتاة أو أي شخص يتمرد. أني مو انهزمت أربع مرات، المرة الأربعة اللي انهزمت منها من الموصل أخذوني قال إلا يا نقتلك أو نقطع رجلك، قال على مود تهربين كتير، فأخذوني على المحكمة الشرعية تبعهم، وهو القاضي قال لازم يا نقطع رجلك أو نقتلك. يعني البنات اللي ما تنهزم كثير او تسوي مشاكل يقتلونها، حتى الاطفال، ثلاث اطفال من قريتي قتلوهم بالسم، لانه امها ما كانت راضيه يعني تصير سبيه ويغتصبونها ويبيعونها، فاخذوا اولادها منها وقتلوهم، لانه الداعش ما كان يرحم لا كبار ولا صغار. طيب